اهلا بحضراتكم جديد ومكملين حوارنا مع كابتن محمد عبد الوارث، طبعا نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق والمدرب العام لفريق السيدات لكره اليد في النادي الاهلي. كابتن محمد، يمكن محتاجين بقى نستعرض مع الساده المشاهدين، نرجع بقى تاني لبطولتنا السنغال والمنافسات القويه والفرق القويه الجسمانيا. تمام، نشوف المجموعات. حضرتك قلت في البدايه ان هم ثلاث مجموعات. تمام، استاذن حضرتك نستعرضهم مع الساده المشاهدين. المجموعه الاولى هتبقى انجولا، كونغو الديمقراطيه، الراس الاخضر، جزائر. المجموعه الثانيه هتبقى تونس، الكونغو، دي احنا المجموعه اللي احنا فيها، كونغو برازافيل، غينيا، مغرب، مصر. المجموعه الثالثه كاميرون، سنغال، مدغشقر، كوت ديفوار. طيب نتوقف هنا ونحل المجموعه مجموعه كده يا كابتن، يعني ناخد الاول نبتدي بمجموعتنا اللي تهمنا، يعني كل المجموعات الاخرى او المجموعتين التانيين اربع فرق. تمام، باستثناء مجموعتنا خمس فرق. بالظبط. طيب شايف وجود فرقه زياده، يعني مباراه زياده عليك، دي حاجه كويسه ولا وحشه؟ انا بالنسبه لي طبعا حاجه كويسه جدا، عشان حاجه تانية. انا اول حاجه، انا بالنسبه لي طالع بطوله افريقيا دي، ده اول احتكاك ليا، انا بجهز فريق. نعم، طالع من غير محترفين، فانا بجهز فريق لقدام، فدي حاجه. نعم، بالنسبه لي كل ما العب ماتشات كتيره كل ما انا مستفيد. كويس، خبرات. برافو. اللعيبه اللي موجودين على اعلى مستوى، اذا كان يعني تقريبا هم 60% من ناشئين 2002 و2004 اللي هم لعبوا كاس عالم، لعبوا كاس عالم اللي فات، خدوا تامن تقريبا، في تامن وفي ما فريق تاني خد سادس تقريبا. يعني انا قصدي اقول نتائج كويسه. جايبين نتائج طبعا كويسه جدا. بس ده يعني خليني برضو اقف عند الحته دي، معلش يا كابتن انا مش عايز اعدي تفصيله عشان الساده مش شديد. المنتخب هنا كان في اسامي كبيره، الاتحاد او المدير الفني ما طلبهاش. تمام، كابتن مروان، صح انا غلطت كلامي؟ صح. لا، كابتن رامي. رامي كابتن رامي انا اسف، كابتن رامي. كابتن رامي ما طلبهمش، كان زي مثلا مروان عيد ورحاب جمعه، برغم ان هم ليهم اسامي ولعبوا في الدوري الفرنسي والكلام ده كله، بس هم ليهم تارجت، هو عايز يعمل منتخب شباب او شابات عشان باصص لقدام. الكلام ده مظبوط؟ يعني الرؤيه دي انت شايفينها زي ما احنا شايفينها؟ هي في الاول وفي الاخر هي وجهات نظر. هو حصل طبعا مشوشات كتيره في الفتره اللي فاتت، ازاي وناس بدات تتكلم ازاي المحترفين مش موجودين، وحصل طبعا محترفين زعلوا، وحصلت يعني شبه تاتشات خفيفه كده، بس هي في الاول وفي الاخر طبعا هي وجهات نظر مدرب، هو المسؤول عن كل حاجه. تاني حاجه، انا شايف ان هم بيفكروا، او الرؤيه اللي الاتحاد بيفكر فيها، ان هو دلوقتي عايز يجهز العناصر الشباب اللي هي كانت متواجده في البطولات الاخيره، زائد المجموعه الخبرات اللي موجودين في الدوري. نعم، يبدا يطلع بيهم. وفي الاول وفي الاخر انا لسه بكون فريق. وخلي بالك يا كابتن رامي، كان ليه تصريح برضه يا كابتن محمد، معرفش حضرتك سمعته زي كان هو قال انه انا نجم، يعني لما الناس يعني مش هجموه، يعني انت يعني ناقشوه في هذا القرار بالزبط. يعني على السوشيال ميديا وكده، وقال له طيب انت ما جبتش المحترفات ليه معانا؟ كانوا يدينا قوه وكده. قال والله انا بجرب، انا دلوقتي مش عايز احرقهم معايا، انا دلوقتي لو انا رحت وعايز اشوف ده فكر طبعا. بالظبط، قال لك انا عايز اشوف قوتي الحقيقيه. بالظبط، ولو انا يعني اتوفقت بوجودهم بعد كده هيكون اضافه، يعني هو أكيد. مش مستبعدهم فوريفر. اكيد اكيد، يعني هو بالعكس هو هيطلبهم، ولكن هو شايف انه المرحله دي، عايز يشوف يقف على ارض الواقع. فكل زي ما قلت حضرتك، كل واحد وليه ايه وجهه نظر. هو ممكن صحيح. تكون فكرته ان هو عايز يدي فرصه للمجموعه اللي موجوده اكتر، عشان لو المحترفين موجودين معاه هم هيتحسبوا عليه. صحيح، اوريدي لازم يبقوا متواجدين في الملعب، فطبعا نسبه المشاركه لباقي اللعيبه هتبقى قليله. صح، فهي دي الفكره كلها، ان هو عايز يبدا يشتغل على المجموعه الشباب اللي موجوده، زائد المجموعه اللي هم الخبرات اللي موجوده هنا، زائد ان احنا لسه قدامنا، احنا بنبص لقدام. انا دايما واحد ما بحبش ابص تحت رجلي، انا ببص لقدام، قدام اللي هو عندي كاس عالم، ان انا عايز ابقى موجود في التصنيفات، عايز ان انا ابقى رؤيتي ان انا اوصل لحته تانية كبيره، مش عايز رجال. انا مش عايز اوصل دلوقتي. بالظبط، هي نفس فكره الرجال. قعدنا فتره مش متواجدين، قعدنا فتره نحارب نجاهد لغايه لما قدرنا نجهز قوام منتخب محترم جدا، عالي جدا، خبرات، زائد ان بقى في محترفين بدات تبقى موجوده، فبالتالي انا هحتاج المحترفين اكيد الفتره الجايه، لازم هيبقى ليهم دور. هم طبعا لعيبه خبرات، لعيبه بيلعبوا في مستويات عاليه في الدوري الفرنسي، من اقوى المستويات في الهاندبول، فوضع طبيعي ان هم لازم هيبقى ليهم دور، حتى لو ما لهمش دور جوه الملعب لازم يبقى ليهم دور مع الفريق. نعم، واحنا يعني متشوقين نشوفهم سواء أكيد مروة طبعا او حاب. اكيد اكيد طبعا متشوقين نشوفهم مع المنتخب، لان الحقيقه الاثنين دول عملوا سمعه جيده جدا. لا لا اكيد طبعا طبعا، هو اي حد طبعا يبقى من مصر موجود في اي دوله اوروبيه، وان هو بيشارك، وان هو متواجد، وان هو بيحاول يعمل لنفسه اسم، دي حاجه كويسه جدا وحاجه تشرفنا جدا. نعم.